عمارات هشة وبنيات آيلة للسقوط، هذا هو حال القصبة، أحد أقدم الأحياء الشعبية في العاصمة الجزائرية. جولة داخل الحي الذي يعود إنشاؤه إلى العهد العثماني تكشف عن هشاشة المباني المهترئة والتي سقط بعض جدرانها بسبب عوامل كثيرة. السكان هنا يشكون ضيق العيش ويأمنون بالحصول على سكن لائق. 23 سنة ضربك هنا والدعوة راك تشوف هي راشية هنايا والدعوة راهي طايحة والدنيا وشي إيه 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 إيه, إيه وما كان والو رانا نستناو جابوا لنا لهنايا ورانا شوف دعوة راش ما عندك ما تشوف فيها. المشكل تاع السكن ما يخلصش في هذه البلاد فوالا هذا هو وبزاف اللي يستاهلوا السكن ما يدوش يدوهم منه ومنه ما يدوهمش. تحاول الحكومة الجزائرية إعطاء وجه جديد للمدن من خلال ترحيل العائلات القاطنة في الأحياء العشوائية نحو مساكن جديدة. وخلال سنة واحدة تمكنت الحكومة الجزائرية من القضاء على 150 حيا عشوائيا على مستوى ولاية الجزائر وترحيل أكثر من 20,000 عائلة، كما استرجعت السلطات أكثر من 108 هكتارات من الأراضي بعد القضاء على أحياء الصفيح في الجزائر خلال سنة 2014، خصصت مساحة كبيرة منها لإنجاز المشاريع العامة خاصة منها المتعلقة بقطاع السكن. الجزائريين تعودوا كثير على الدولة، كل شيء من طرف الدولة في تدعيم كبير، والبلد الوحيد اللي يعطي السكن مجانا ويدير عليه إعلان رسمي في الجرائد هي الجزائر. بداية من 2019 كل إسكان جديد يكون في مستوى عالي جدا واللي يتحسن، وكذلك لتبديل السكنات القديمة. ويبقى الجزائريون في انتظار سن قوانين جديدة تنظم سوق العقار وتضمن حق التوزيع للجميع، خصوصا مع انطلاق برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الرامي إلى إنجاز 1,000,000 وحدة سكنية. يمتد البرنامج على مدى السنوات الخمس المقبلة بمعدل 200,000 مسكن في السنة، وقد تم بناء 475,000 وحدة حتى الآن، ليتبقى نحو 525,000 وحدة في طور الإنجاز. ويبقى تطوير السوق العقاري في الجزائر مرهونا بالاعتماد على الإنفاق الحكومي، ما يبقي على عجز كبير في سوق تختل فيه قواعد العرض والطلب. جمال العريبي، سكاي نيوز عربية، الجزائر.